صديقة عزيزة كاتبة وقاصة ما مسكتش مايك قبل كده تقريبا، فأنا هخطفها دلوقتي. نستمع إلى الأستاذة حياة الروح، فلتتفضل. السلام عليكم. كده الصوت واضح؟ تمام. أنا حياة العلا بكتب قصة قصيرة، أتمنى إن تعجبكم. هقول حاجة صغيرة كده عشان ما تقلش عليكم. اسم القصة عاشقة الأصنام. تعودت كلما سافرت مع زوجها تذهب إلى متجر لعب الأطفال، تتجول فيه فترة طويلة، تخرج وعلى وجهها علامات السعادة، تحمل أكثر من صندوق، تعود بهم إلى المنزل، تعطيهم لمديرة المنزل، مشيرة لها: ضعيهم في حجرة الأصنام. تنظر إليها وهي مندهشة وبداخلها الكثير والكثير من الأسئلة، ولكنها تعلمت ألا تسأل فيما لا يعنيها. توجهت إلى الحجرة وهي تتبعها، جالت بعينيها تبحث عن موضع لهم، ونظرت إلى مديرة المنزل تسألها المساعدة، ولمحت في عينيها هذا الفضول والأسئلة التي تبول في رأسها. أحست أن الوقت حان لتشبع فضولها، فقالت لها: اجلسي، سأحكي لك عن عشق الأصنام وعن غرفتهم. نشأت في أسرة صغيرة، كنت أنا طفلتهم الوحيدة، أمي طيبة وبسيطة، أما أبي فرجل صارم متشدد في آرائه الدينية، لم يسمح لي يوما باقتناء عروس أو دامية، حتى تلك التي قد تصنعها الأمهات، كانت تصنعها الأمهات بالقماش وحشو القطن، وكان يكرر دائما أنها أصنام، وجودها يمنع الملائكة من دخول المنزل. وأتذكر أني يوما ذهبت لزيارة جدتي في المولد النبوي الشريف، اشترت لي جدتي عروس مصنوعة من السكر ذات مروحة ورقية وفستان بألوان زاهية، حملتها وأنا سعيدة. وما أن وصلت إلى المنزل فتح أبي الباب، وقعت من يدي على الأرض ونظر لها وقد أصبحت قطعة صغيرة متناثرة. أخذ يستغفر الله وهو ينظر لي ويقول: الحمد لله الحمد لله، لم يرد الله أن تدخل الأصنام يدنا الطاهر. لم يعبأ لدموعي التي غطت وجهي، وأمر أمي أن تأخذ أجزاء السكر وتصنع منها أرز باللبن الذي أعشقه، لكني رفضت تناوله حزنا على عروستي. كنت أمتثل لأوامره في حزن، وفي داخلي أمل امتلاك عروس. وفي يوم كنا نلعب أنا وصديقتي، وسألتني لماذا لا أمتلك عروس مثلها، فأخبرتها وأنا أبكي عن رأي أبي. تعاطفت صديقتي الصغيرة معي وأعرتني عروستها ألعب بها وأعيدها لها في الغد. شكرتها وعدت مسرعة للمنزل قبل عودة أبي، وجلست ألعب بها حتى غلبني النوم. عاد أبي إلى المنزل وجاء ليطمئن علي، فرآني والعروس بين أحضاني، جن جنونه وأخذ ينادي أمي بصوت عالي، واستيقظت فزعة لأجده أمامي وهو قمة الغضب، وأخذ العروس من يدي وهو يقول: أصنام في بيتي، تريدون أن تدخلوني النار يا كفرة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وخرج مسرعا وأحضر الكبريت وأشعل النار في العروس، وأنا أصرخ: لا يا أبي لا يا أبي. ولكن النار قد اشتعلت وتوحدت في العروس، وأنا أصرخ وأبكي على عروس صديقتي. أخذت أمي تهدئ من غضب أبي وتخبره أني ما زلت طفلة لا أفهم، وأن هذا لن يتكرر مرة أخرى. احتضنتني أمي ومسحت دموعي وهي تطمئني أنها ستصنع لي عروس أخرى أعطيها لصديقتي بعد أن يذهب أبي للعمل. نمت وقلبي حزين من موقف أبي. لماذا ليس كباقي الآباء الذين يسمحون لبناتهن باقتناء العروس؟ استيقظت في الصباح لأجد أمي صنعت عروس جميلة بألوان قماش زاهية وشعر أسود، فرحت جدا واحتضنت العروس وتمنيت لو سمح لي أبي أن تكون عروستي.
وظلت أمنية امتلاك عروس تراودني حتى كبرت. توفي أبي وتزوجت، فكانت أول هدية أطلبها من زوجي هي عروس، ولأنه متعدد السفريات فقد أصبح يأتي لي بعروس هدية من كل بلد، وخصصت تلك الحجرة لأصنامي أو عرائسي، وعندما أسافر معه يكون شاغلي الأول البحث في محلات اللعب عن عروس جديدة. وفي بعض البلاد كنت أطلب أن تصنع لي خصيصا من القماش الملون الزاني والقطن كتلك التي كانت تصنعها أمي، حتى أصبح عندي هذا المعبد من الأصنام كما كان يدعوه أبي. ابتسمت السيدة وهي متأثرة وقالت: أمنية الطفولة تظل عالقة في الأذهان مهما كبر العمر. شكراً.